الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تزامنا مع تفشي فيروس كورونا، أعلنت وزارة التربية عن إنشاء قنوات تعليمية. بعد الانقطاع الدراسي أصبح بالإمكان مواصلة الدراسة عن طريق الإنترنت، عن طريق القنوات التعليمية التي قامت بإنشائها وزارة التربية. طبعا فوزارة التربية هناك ما سوف تشاهدون، طبعا هذا هو الإعلان المتعلق ب هذه القنوات. وعند النزول لأسفل نجد جدول طبعا يقوم باستعراض جميع المستويات الدراسية، وفي مقابلها طبعا هناك روابط خاصة بهذه المواد الدراسية. طبعا عند الضغط على أحد الروابط، طبعا مثلا هنا في السنة الثانية، عندما نقوم بالضغط سوف نتوجه مباشرة إلى القناة التي طبعا تبث الدرس أو الدروس التي هي المتعلقة بالسنة الثانية. عند الدخول هنا طبعا لأول فيديو، طبعا سوف تجد إما أن هذا الفيديو هو الفيديو الخاص بالخاص طبعا الفيديو الذي تم نشره اليوم، أو طبعا الذي يسبق اليوم. طبعا هنا في نشر الفيديو طبعا تم نشره في 7 أبريل 2020 كما تشاهدون. بالرجوع للوراء طبعا عند الرجوع لنفس الصفحة ننزل لأسفل قليلا، هنا نجد طبعا الجداول الخاصة بوقت بث هذه الدروس. طبعا سوف أضع لكم الرابط في تويتر أسفل الفيديو، وفي رابط مجموعتي أسفل الفيديو. طبعا حتى لمن لا يمتلك حساب تويتر والدخول إلى رابط تويتر، بإمكانه الضغط على الرابط ليقوده مباشرة إلى رابط هذه الصفحة، كون أنني وضعت لكم الرابط تسهيلا للوصول إليه. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، أرجو أن يستفيد الجميع، رجاء اكتبوا التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.